بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. كنا وما زلنا نعمل على تفسير الرؤى والأحلام لجميع متابعي قناتنا صباحات ولائية أمين محمد. وأولا بأن الأمر يعني ربما قد خرج من السيطرة قليلا، لأن الأحلام والرؤى قد وصلت قرابة 3000 رؤية وحلم، وبدأنا بحمد الله عز وجل نجيب على الرؤى والأحلام ليس فقط في المقاطع الفيديوية بل أيضا في التعليقات. فبعض الأخوة والأخوات فليراجع التعليقات، إن شاء الله أجبنا على تفسير رؤياه بإذن الله عز وجل. أرجع وأقول أنا أعتذر، والعذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله إذا تأخرنا في تفسير الرؤى، لأنها كثيرة جدا جدا من غير الاتصالات الكثيرة لكي نفسر لهم الرؤية والأحلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هناك من تقول رأيت رؤية موظفة خدمة تقول رأيت في عالم الرؤية أن مكتب المدير وخاصة يعني المكتب متغير ولونه جوزي غامق، شنو معناه؟ أرجو الرد. التفسير يتغير المدير أو معاون أو موظف أساسي في مكتب المدير ويكون هذا الشخص لونه أسمر، والله أعلم. أما رؤية المشي في شارع بجانب ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأحد خدام العتبة أعطى للشخص الذي رأى الرؤية هذه أوراق مكتوب في الأولى صلاة الظهر، في الثانية صلاة الظهر، وفي الثالثة صلاة العصر، والرابعة تلاوة القرآن. ثم تقول أو يقول مشيت وفجأة فتاة صغيرة أمسكت يد الرائي وتركت يد أمها. التفسير عليك الاهتمام أكثر بصلاتك وتلاوة القرآن ولكي تنال مرادك وتقضى لك حاجتك وينالك فرحة وبركة، لأن الطفل فرحة وبركة. فاهتم بصلاتك واتلو القرآن وإن شاء الله تقضى حاجتك حتما إن شاء الله. امرأة مطلقة ترى الإمام الحسين عليه السلام يعطيها غصن شجر أخضر. التفسير إن شاء الله تعالى قضى حاجة وزوال هم ونهاية خوف، وقد يتقدم لك شخص أبواه ميتين وليس له أخوة. أما رؤية الإمام المهدي عليه السلام في السماء داخل القمر فإن شاء الله تحدث لكم بركة وكرامة ببركة ذكر صاحب الزمان عليه السلام، وتقضى لكم الحاجة ببركته، فأكثروا من دعاء الفرج. أما بنت عزباء لم تتزوج بعد ترى أنها تصيد سمك بيدها بسهولة في بحيرة، ومن بينها سمكة كبيرة، إن شاء الله ترزقين رزق كبير بسهولة ويسر، ولكن عليك شكر الله تعالى على هذا الرزق لتدوم الأرزاق إن شاء الله عليك. أما رؤية أفعى أو حية لونها رمادي طويلة ضعيفة خرجت من جحرها وبقى بعضها في الجحر ومعها ذيل أبو بريس بالجحر، معناه بأن هناك عدو لك هو شكله نحيف طويل ليس بشاب بل شعره رمادي، ولديه زوجة تطيعه قليلة الأصل تؤذي الآخرين بلسانها ولا تهتم، وإن لم تكن زوجة فولد ولم يظهر كامل عداوته لك إلى الآن أو لك إلى الآن. رجل عمره 27 سنة أهدى له أقاربه قرآن قديم كان مدفون تحت الأرض مكتوب عليه اسم إسراء، وفتحوا القرآن وعرف أنها سورة الإسراء. إذا كنت غير متزوج تتزوج امرأة صالحة من مكان بعيد ومباركة وأهلها جيدون إن شاء الله، وإن كنت متزوج تولد لك بنت مباركة ويصلح حالك ماديا ومعنويا إن شاء الله تعالى. أما رؤية السيدة خديجة عليها السلام تدعو لها بالزواج، عمرها 25 سنة، إن شاء الله تتزوجين زوج صالح وتكون لديك ذرية صالحة ويكون يعني لك خير كثير في زوجك وزوجك يحبك، ولكن لا تيأسي إن تأخر زواجك فإنه أكيد يكون زواج مبارك وذرية
مباركة إن شاء الله تعالى. رؤية ضياع تراتشي في المنام وأنت تبحثين عنها، التفسير غير جيد طبعا، ادفعي صدقة أفضل. فضياع الحلي والذهب بالنسبة إلى المرأة غير جيد صراحة. رؤية خلع باب الغرفة الخشب ومرأة تقول أخذيه وبعدين صاحوا أو صلحوه عفوا وبعدين صلحوه. احذروا المشاكل، لا تأخذوا بنصيحة أحد يقلل ويبسط الخلافات بينك وبين أفراد أسرتك أو أسرتك. لا تجعل الخلافات تكبر ولا تجعل الخلافات تكبر فيصبح من الصعب إصلاحها. كنا إن شاء الله ما زلنا مستمرين في تفسير هذه الرؤى والأحلام وفي خدمتكم إن شاء الله. برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، اكتبوا الرؤى. وإن شاء الله في هذه المرة كذلك سوف يعني نكتب التعليقات أو نرد على تعليقاتكم في نفس المقطع الفيديوي، ليس شرط أن نسجل ولكن إن شاء الله نرد على بعضها. وفي خدمتكم برنامج صباحات ولائية، حياكم الله.